الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. دكتور معمر الحاجي المدير الجهوي للصحاب القيروان، بمناسبة اليوم العالمي لأمراض ضغط الدم، قامت الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين بيوم تحسيسي في مدرسة علوم التمريض لتقصي ارتفاع ضغط الدم، بالاشتراك مع الإدارة الجهوية وقسم أمراض القلب برئاسة الدكتور ناجح بن حليمة والسيدة مديرة مدرسة علوم التمريض السيدة جيناوي. إن شاء الله اليوم كان اليوم يوم مفتوح لتقصي ضغط الدم. كان الإقبال في البداية إقبال متوسط، لكن تو لاحظنا الإقبال كان كبير، ونحاول نحمد ربي معنا العمل كأتى أكلها. أما ثقافة متاع تقصي مرض ضغط الدم، لاحظنا وجود معنا لي بيرسون اجي اي لي بيرسون معنا الشباب معنا القبائل، ثم وعي من المواطنين لتقصي ارتفاع ضغط الدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيسي جيناوي مديرة مدرسة علوم التمريض بالقيروان، اليوم تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان وبتنظيم من قسم القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي ابن الجزار وبالتعاون مع مدرسة علوم التمريض بالقيروان، ينظم يوم مفتوح لمرض القلب. اليوم دعوة مفتوحة لأهالي ولاية القيروان للالتحاق فورا بمدرسة علوم التمريض بالقيروان. عندنا إكيب كبيرة من الأطباء المختصين في مرض القلب والشرايين، هم اللي يشرفوا على اليوم المفتوح، فالرجاء الالتحاق معناها بكثافة. اليوم في هاليوم المفتوح فما معناها قياس ضغط الدم، ثم معناها فما فحص كامل شامل في كل ما يخص القلب والشرايين، مع توصيات ونصائح معناها صحية وغذائية ونصائح معناها فيما يخص معناها القيام بتمارين رياضية خاصة بمرضى القلب. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.